توفى امبارح الأحد المخرج السوري القدير محمد فردوس أتاسي عن عمر ناهز 79 سنة بإحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق حسب ما أكدت الوكالة السورية للأنباء سانا. أول سنة بدرس المعهد وأول سنة أنا بدرس السيدة جيانا وبحسب موقع CNN بالعربية سبب الوفاة هو معاناة الراحل من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا قبل حوالي شهر، وعمد عدد كبير من النجوم السوريين لنعي الراحل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. يا نهار اسود، اللي بيحصل نذكر منهم الممثلة السورية جمانة مراد يلي نشر عبر صفحتها الخاصة على انستغرام صورة للراحل وعلقت وقالت وبعده الحزن عم بدق بوابنا، أول ما بلشت حاول اطلع منه رجع وفجعني بموت معلمي الأستاذ المخرج محمد فردوس أتاسي، الصديق الأخ والأب الحنون الطيب صاحب المواقف الرائعة التي لا تنسى، ستبقى دائما في قلوبنا وذاكرتنا بروحك الطيبة وأعمالك التي لا تنسى، لا اعتراض على قدر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة في الفردوس الأعلى يا فردوس، أرجو الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة، العزاء وأحر التعازي لزوجته الأخت الغالية رجاء ولأسرة الفقيد، ربي يلهمهم الصبر والسلوان. ومنذكر كمان الممثل السوري سلاف ثواخرجي يلي نشرت صورة إلى برفقة الراحل وعلقت وقالت الرحمة والسلام لروح المخرج الكبير محمد فردوس أتاسي، خالص العزاء لعائلته وأصدقائه ومحبيه. ديما أختي الأصغر مني مباشرة هي بأمريكا عايش. الممثل السوري باسم ياخور نشر صورة للراحل وكتب الأستاذ والمخرج فردوس أتاسي يلي أنجز الكثير من الأعمال الجميلة رحل، الرحمة لروحه، اللهم ألهم عائلته وذويه الصبر والسلوان. ويعد المخرج الراحل من رواد صناعة الدراما السورية، تخرج من المعهد العالي للفنون ببراد وبدأ العمل بالتلفزيون السوري مطلع سبعينيات القرن الماضي ودرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق لأكثر من 10 سنوات. في رصيد الراحل أعمال تلفزيونية تركت أثر بذاكرة المشاهد السوري والعربي، منها البيادر، أحلام منتصف الليل، الدروب الضيقة، امرأة لا تعرف اليأس، الطبيبة، المحكوم، ياقوت، مذكرات عائلة، تمرحنا، جبران خليل جبران، الملاك الثائر. وكان مسلسل وطن حار السلسلة السورية يلي حملت توقيعه كمخرج بعام 2013.